حقوق الإنسان. اليوم عم تمسك النساء الكرديات المناضلات اللي انه ضحوا بارواحهم باعمالهم، انه دخلت من قبل ليلى بوفانت باضراب عن الطعام 200 يوم حتى الموت. يعني اليوم عم يعتقلوها، نحن بنستنكر هالشيء. يعني انه وين العالم؟ وين حقوق الانسان؟ بنستنكر وندين باعتقال المناضله ليلى بوفان. جينا هون على رابطه نوروز بلبنان، نرفع صوتنا بصوت نساء العالم ونساء روجافا. نستنكر وندين العنفيه الوحشيه اللي مارسوها على المناضله ليلى بوفان. المناضله ليلى بوفان كانت قبل سنه دخلت بالاضراب، دخلت شي سنه اضراب الموت، ولهلا كمان اجوا قبضوا عليها. نحن بنستنكر وندين باسم النساء بيروت بكونغرس.